فما هي درجات الحب في اللغة العربية؟ الهوى. أولى درجات الحب هي الهوى، وتعني ميل النفس إلى أمر أو حبيب. يقول شوقي: على قدر الهوى يأتي العتاب، ومن عاتبت يفديه الصحاب. ألوم معذبي فألوم نفسي، فأغضبها ويرضيها العذاب. الصبوة هي جهلة الفتوة واللهو من الغزل، ومنه التصابي والصبا. وفي الصبوة يقول عنترة: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا. وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد جد الرحيل. الشغف. يقال أن كلمة شغف أتت من الشغافة، وهي غلاف القلب، أو كما يقال شغاف القلب. ومن رواعي مجنون ليلى قيس بن الملوح قوله: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الوجد. الوجد هو كسرة الخاطر وشدة الحزن على فراق المحبوب. يقول الشاعر: ألا يا صبا نجد، لقد هجت من نجدي، فهيج لي مسراك وجدا على وجدي. الكلف هي كلمة تعني الولوع بالشيء مع اشتغال قلب ومشقة. ومن أجمل ما قيل في الكلف لأبي نواس: يا قلب ويحك جد منك ذا الكلف، ومن كلفت به جاف كما تصف، وكان في الحق أن يهواك مجتهدا، كذاك خبر منا الغابر السلف. العشق. العشق يعني فرط الحب وإعراض القلب عن كل ما خلا المحبوب. النجوى. والنجوى في الحب خلاف المناجاة، وتعني الحرقة التي يكابدها المغرمون. الشوق. الشوق يعني نزوع النفس إلى الشيء أو تعلقها به. يقول المتنبي في الشوق: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. الوصب. الوصب هو الألم الآتي من الحب، والوصب لغة يعني الوجع والمرض. يقول جبران: دعوتموني وما بي من الوصب، وهل دعا واجب قبلا ولم أجب، فإن أقصر وأرجو اليوم معذرة، فالود يحفزني والجهد يقعد بي. الاستكانة. الاستكانة هي مرحلة الذل والخضوع التام للحب. الود. الود هو خالص الحب وألطفه وأرقه. ومن أجمل الأبيات في الود للمتنبي: أقل اشتياقا أيها القلب ربما، رأيتك تصفي الود من ليس صافيا، خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. الخلة. الخلة هي منزلة المحبوب فلا يشاركه أحد في قلب حبيبه. يقول البحتري: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخلي الخليلة، وإذا ما نطقت كنت صحيحا، وإذا ما سكت كنت عليلا. الغرام. الغرام يعني التعلق بالشيء تعلقا لا فكاك منه. يقول عنترة: هاج الغرام فدر بكاس مدامي، حتى تغيب الشمس تحت ظلامي، ودع العواذل يطنبوا في عذلهم، فأنا صديق اللوم واللوام. الهيام. أعلى درجة في الحب هي الهيام، أي الجنون الخالص من كثرة الحب والعشق. ويقال: هام فلان على وجهه في الأرض، أي سرى مسلوب الإرادة عن غير ما هدى. يقول جرير في الهيام: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لقد كتمت الهوى حتى تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. يا أم عثمان، إن الحب عن عرض يصبي الحليم ويبكي العين أحيانا،
إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا.